دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اعتمدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا باستمرارية تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% التي تعمل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمسجلة لدى هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريطة أن تكون مملوكة للعمانيين. لاحظنا زيادة في عدد المراجعين في المحطة الواحدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث جاءت هذه الحوافز على حزمتين. مقدمة الأولى مقدمة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بنسبة 50%، وذلك المؤسسات العاملة بالمنطقة والمسجلة لدى هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة. وجاءت الثانية بتطبيق رسوم مخفضة للمشاريع الصغيرة المتوسطة بشكل عام، شملت حوالي 130 نشاطا اقتصاديا، حيث شكل التخفيض تطبيق رسم 5 ريالات لتراخيص بعض الأنشطة الاقتصادية بدلا من الرسم السابق البالغ 550 ريالا. كما طبقت الهيئة تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجل التجاري وتراخيص المزاولة لبعض الأنشطة الاقتصادية للراغبين في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة، شملت أكثر من 130 نشاطا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث ستسهم هذه الحزمة من التسهيلات في تحفيز الأعمال الاقتصادية وأيضا تشجيع رواد الأعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المنطقة. القرار اللي نزلته الهيئة ساعد كثير المستثمرين، واللي بيشتغل في الدقم كان سابقا متخوفين، أغلب المستثمرين متخوفين من ارتفاع الأسعار في التراخيص وغيره. الحين نزلت، كان أول فتح السجل بألف ريال وترخيص النشاط بخمسمائة ريال، الحين أصبحت الرسوم عادية نفس الولايات الباقية. وتسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى إيجاد بيئة أعمال مريحة ومشجعة وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة بالهيئة لضمان كفاءة وسرعة أنظمتها التي تمتد خدماتها الإلكترونية لتشمل جميع المناطق التابعة لها.